سؤال موجه للجميع دكاترة الأفاضل عن مستقبل الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، الخطط الاستراتيجية والآفاق المستقبلية لهذه الهيئة، ما هو مستقبل الهيئة في عيون أعضائها؟ انا حبيت نقول بلي دوك الاكاديميه ولات حاجه ضروريه. لماذا؟ خاطر من مقاصد الشريعه هي انقاذ الحياه البشريه. نعم. دونك لو كان عندنا معلومات ونخبوها رانا ساهمنا في هلاك البشريه. وزن اكد الشيء هذا كما قال المقبله الدكتور مولاي، انه دوك البشريه تسنى فينا باش نخرجوها من الازمه اللي عايشه فيها. نعم. هدي النبي عليه الصلاه والسلام في الاكل وفي الشرب وفي التداوي هو اللي راح يسالكنا، حتى في قضيه تاع السيده ما كاينش حل واحد اخر الا الحل الاسلامي، ما كاينش، ما لقاوش. حتى في السرطان، حتى في هذا المعصم، نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا، واذا اكلنا هو علي. موجود في القران بارك والسنة. الله فيك. اذا الاكاديميه باه نسلكوا البشريه، مش نسلكوا غير احنا، رحمه للعالمين. احنا بربي ان شاء الله ما نقولوش ماذا خسر العالم بين انحطاط المسلمين، ماذا ينتظر العالم باذن الله بوجود هذه الاكاديميه. وانا نبشر للشعب الجزائري ان هذه الاكاديميه ما يقدر عليها حتى جنس في العالم الا الشعب الجزائري. ليش غروره؟ تكلموا عليها نعم يظهر الشرع مولاي. وعلاش هذه يعني تكلموا عليها حتى الدول العربيه والغربيه؟ اكيد. خاطر الشعب الجزائري الحمد لله كما قال لنا ذلك بان نفتخر بعلمائنا. هذه هي كاين بحوث باذن الله، هذه تبشر بالخير باذن الله. بشر بالخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الافاضل. كانت مجرد فكرة فأصبحت خطوة، ثم تحقق الإنجاز أو الهدف. هي خطوة انتظرناها بعزيمة، وها نحن اليوم حاضرون قلبا وقالبا في الموعد الرسمي لافتتاح أكاديمية الجزائر للأعجاز العلمي في القرآن والسنة بمعية أعضائها، هم علماء الجزائر وتحت إشراف الأمين العام للهيئة العالمية للأعجاز العلمي في القرآن والسنة فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح. وبما أن برنامج الأعجاز العلمي هو من البرامج السباقة فكرة ومضمونا على مستوى المغرب العربي بطرحه حقائق مذهلة عن قيمة الأعجاز بمشاركة دكاترة معتمدين في الهيئة كل في تخصصه، وما زال المشوار طويلا أمامنا في الموسم الثاني، لنا الشرف الكبير أن نقوم بهذه التغطية الحصرية لقناة الهجار وطاقم برنامج الأعجاز العلمي. تريدون معرفة المزيد عن تفاصيل وأهداف هذه الأكاديمية، أكاديمية الجزائر للأعجاز العلمي في القرآن والسنة، ابقوا معنا ولا تغيروا القناة. قرآن كريم وسنة مطهرة وعلم صحيح، هكذا اختار علماء الأديان والأبدان شعار أكاديمية الجزائر للأعجاز العلمي بإشراف الهيئة العالمية للأعجاز العلمي في القرآن والسنة. وبتنظيم مكتب الجزائر للهيئة استطاع أهل الهمة من علماء الدين والعلم أن يؤسسوا أول أكاديمية للأعجاز العلمي في العالم الإسلامي بالجزائر العاصمة. بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم كان افتتاح أكاديمية الجزائر للأعجاز العلمي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. كلمة الافتتاح جاء بها فضيلة الدكتور عبد العزيز المصلح، عالم الدين والعلم، صاحب أرقى وأقدم برنامج تلفزيوني قضايا وردود الذي دام 19 عاما، المشرف الإقليمي لمكاتب الإغاثة الإسلامية العالمية، والأمين العام للهيئة العالمية للأعجاز العلمي. أحييكم جميعا بلا استثناء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا يوم مبارك لأن الطريق إلى تقرير الحق ونشره إنما يكون من خلال العلم، والعلم هو الطريق الواصل
إلى أن يتعرف الإنسان على ربه وعلى نبيه وعلى دينه وعلى رسالته التي خلق من أجلها، ولا طريق إلا من خلال العلم. والعلم هو الطريق إلى أن يسلك الإنسان الطريق السوي، بل من عظمة العلم أن قدم الله العلم على العمل، وفطن علماؤنا السابقون عليهم رحمة الله إلى هذا الباب، فكتب الإمام البخاري بابا تحت عنوان باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد على ذلك بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم يحتاج إلى مؤسسات حاضنة تتلقف طلاب العلم وتبلغ رسالة الله. ونحن في هذا الزمن أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة والأبناء والبنات، أقول لكم نحن في زمن أصبح السباق فيه على كسب العقول وكسب القلوب، والعقول لن تستطيع كسبها إلا بالبرهان والحجة، القلوب لن تستطيع أن تكسبها إلا بالإخلاص والحب والصدق، وليس هناك أحد قادر على أن يقدم برهان طريقه كما يوجد عندكم أنتم معشر المسلمين. أنتم براهين دينكم وبراهين عقيدتكم وبراهين طريقكم لسعادة الدنيا والآخرة، هي أعظم من الشمس في رابعة النهار، لكننا قصرنا في تقديمها بصيغة مفهومة وأسلوب مشوق نستطيع من خلاله أن نزاحم من يريد كسب عقول أبنائنا وبناتنا. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي تلقفته الأيدي الطاهرة، الذي تلقفته الأيدي الطاهرة في هذا البلد المبارك، في هذه الكوكبة النيرة المباركة، أرادوا من خلاله أن يؤصلوا هذا الطريق، أن يؤصلوه وأن يبينوه وأن يقدموه للدنيا. لتأتي كلمة الدكتور مصطفى رحموني رئيس مكتب الجزائر للهيئة العالمية للأعجاز العلمي في القرآن والسنة بمناسبة افتتاح الأكاديمية. البطاقة الفنية اللي مشينا عليها على مستوى الخماسية الأولى، استطعنا أن نخرج الإعجاز العلمي من المنابر إلى المخابر، وهذه كانت المرحلة تاع 4 سنوات اللي الحمد لله كل يعني المجهودات من طرف الأساتذة تاعنا الموجودين على مستوى 22 جامعة، على مستوى التنظيم في المكتب، الإخوان اللي راهم مشرفين على التنظيم في المكتب بالجزائر، أيضا المرحلة هذه مرت يعني شوية بصعوبة لأن كان في أعمال شاقة وبداية الطريق، وعبدنا الطريق على مستوى السلطات، على مستوى الجمهور، لأن باش تبسط الإعجاز على مستوى إعلامي، على مستوى ثقافي، على مستوى علمي في الجامعات، كان جهد، لكن الحمد لله أراد الله وكان توفيق من الله وفضل من الله عز وجل أننا أصبحنا داخل الجامعة شريك في الجامعة. في سنة 2014 كان تحقيق الحلم، أولا كان بتأسيس المخبر المشترك مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الآن يعني مضينا اتفاقية مع هذا المخبر
تابعة للوزارة، وسمي بمخبر ترقية وتشخيص الموارد الطبيعية الطبية، لأن أردنا من هذا الباحثين توعنا في الهيئة للإعجاز العلمي بالجزائر تتعامل مع الجامعات الجزائرية ولها الحق أن تتعامل معها في إطار رسمي ومعتمد من طرف الوزارة. هذا أولا، ويسعدنا هذا أولا من فضل الله، ثم بجهود الناس الفضلاء اللي خدموا معنا وعلى مستوى حتى أيضا الدولة، يعني نشكر أيضا الدولة الجزائرية اللي يعني عاونتنا في هذا الإطار. الآن الحلم الثالث وهو هذا الصرح اللي راكم فيه اليوم، وهو أن انكيباتور، هو حاضنة جديدة على مستوى، إذا قلت يعني قلت على مستوى عربي في العالم العربي الإسلامي، هذه حاضنة جديدة للأكاديمية لترعوها أنتم، هي لكم أنتم، بكم أنتم، ولكم أنتم للأمة كامل. الآن الشالنج تاعنا، التحدي مش تحدي، الرهانات تاعنا في المكتب الجزائر هو البحث العلمي. الآن حبينا نعطيه له وجه آخر، النوتر بيس، يعني طريقة جديدة حول تنمية، تشجيع، تثمين البحث العلمي من خلال طريق آخر وهو الإعجاز العلمي. نشر ثقافة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تمثيل جامعات مختصة في الإعجاز لرسائل الدكتوراه والماجستير والإشراف عليها، واتخاذ الإعجاز العلمي منهجاً علمياً يدرس في الجامعات الجزائرية، عقد ندوات علمية وملتقيات فكرية كل شهر، تكوين 30 داعية في كل سنة، هي من بين أهداف أكاديمية الجزائر للإعجاز العلمي. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يشكر الناس لا يشكر الله. فأتوجه بالشكر إلى قناة الهجار على الحضور معنا في هذا اللقاء الطيب الذي يمثل افتتاح أكاديمية الإعجاز العلمي في الجزائر. هذه الأكاديمية هي مولود جديد يضاف إلى أعمال الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. هدفها هو نشر ثقافة الإعجاز العلمي في الجزائر، وكذلك تكوين إطارات في الإعجاز العلمي، حيث نعمل على تكوين بعض الأئمة والدعاة في هذا المجال. فنحن أيها الأحبة في هذه الأكاديمية نجمع بين علم الأبدان وعلم الأديان، فيأتينا بعض إخواننا الأئمة فنعلمهم العلم التجريبي، ويأتينا بعض إخواننا في العلوم التجريبية كأطباء فنعلمه العلم الشرعي، فنحن نمجز بين العلم الشرعي والعلم التجريبي لنقدم لأحبابنا في الجزائر كلام وعلم، على كلام وعلم، هذا الكلام يجمع بين العقل والمنطق وبين الشرع الكريم. كما تعلمون أيها الإخوة إن الاعتقاد مهم جدا في أي شيء، ونحن في عصر العلم في عصر العلم، لذلك نقدم مادة علمية، هاتي مادة علمية مع مادة دسمة لأبناء الشباب حتى يقتنعون اقتناعا كليا إن نحن على الحق، وديننا حق، ورسولنا حق، ونحن على الحق. الله هنيئا للشعب الجزائري قاع بهذا المولد الجديد إن شاء الله. شكرا دكتور. دكتور، بما أنكم عضو فعال في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أهمية هذا الحدث بالنسبة إليكم أنتم كأعضاء؟ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا المشروع جاي في الخماسية تاعنا، في المشروع درنا احنا امبلون، يعني درنا من بينها تحقيق الاكاديميه. الاكاديميه هي اولا، وعلاش بنسيروا المنهج العلمي، وعلاش بنخدموا مع الجامعات الجزائريه ومع الباحثين الجزائريين، وهي بتربط لقاء يعني الباحثين والمهتمين بالاعجاز العلمي. اولا الاكاديميه هي عمل مؤسساتي، خطرنا في القرن العشرين، والقرن العشرين ما يبغيش الفوضى وما يبغيش الهمجية، يبغي النظام ويبغي العمل المؤسساتي. ولهذا احنا عقبنا من العمل الدعوي الى العمل المؤسساتي، يعني العمل البحث المنهجي الاكاديمي، هذا هو بالنسبه لنا. اما الشيء الثاني انه هذا كما قلنا باش يتصلوا بنا كاع العلماء، وعندنا مكتبه والحمد لله رب العالمين، عندنا يعني شبكه التواصل الاجتماعي، وعندنا هذا باش نديروا فيها ان شاء الله لقاءات دوريه باش نكونوا الشعب الجزائري في الشيء هذا، من المدرسه الى الجامعه الى الباحث الى يعني العالم الى الامام، هذو كاع ان شاء الله نشملهم في هذا المشروع.
تصل رسالة الإعجاز العلمي إلى العالم كما الأمي بإذن الله. بارك الله فيك، هذه هي يزم يحتضنها الشعب. قالها الشهيد رحمة الله عليه العربي بالمهدي، أرموها للشعب فسوف يحتضنها. والإعجاز الحمد لله احتضنه الشعب الجزائري، عنده عقيدة، عنده أصالة، عنده حب للعلم. منهج الإعجاز العلمي أتى لخدمة رسالة الدين الإسلامي السمح الذي جاء رحمة للعالمين، هذا ما شدد عليه فضيلة الدكتور عبد الله المصلح في كلمته التي ألقاها. الإعجاز العلمي ليس منهجاً لملء الذوق في جانبه العاطفي المجرد، ولكنه منهج يتخطى هذا الجانب العاطفي إلى منهج علمي مبدع ومبتكر. نحن نريد لهذه الأمة كما كانت في الماضي أمة ابتكار وإبداع، أن تصبح أمة ابتكار وإبداع وإسهام. لماذا نريد أن نخدم هذا الأمر؟ نخدمه لأن هذا الإسلام رحمة. هل هو رحمة بالمسلمين فقط؟ لا، رحمة للعالمين. هكذا يجب أن نقدم هذا الدين بهذا المنهج. أنا أهنئ إخواني الذين أقاموا هذه الأكاديمية، أسأل الله كما أعانهم على إنشائها أن يسددهم وأن يوافقهم في البرامج التي سوف يقدمونها، حتى ننشئ جيلا يفقه برهان الإيمان الذي به نريد أن نثبت حقائق هذا الدين في قلوب المسلمين وأن نقدمه حجة للآخرين. ولتشجيع هذه الخطوة العلمية الرائدة، أبت أكاديمية الجزائر للأعجاز العلمية إلا أن تفتح أبوابها أمام طلبة الراغبين في دراسة منهج الأعجاز العلمية، وذلك بالإشراف على الموقع الإلكتروني للأكاديمية والتعليم عن بعد. ليس هذا فقط، بل تزويد الطلبة بالمطويات والأقراص المضغوطة وحتى المحاضرات القيمة مجاناً. الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في الإعجاز العلمي، كما تعلمون أخوان الكرام نحن نقدم محاضرات في الجامعة وكذا في الحياة الجامعية، وهناك بعض إخواني يعني يطرحوا ماجستير ودكتوراه في الإعجاز، ولكن لا يجدون ملجأ يذهبون إليه لتزويد المعلومات الصحيحة. فالحمد لله الآن عندنا مقر يأتي هؤلاء الطلبة، ونحن عندنا الإنترنت وعندنا مكتبة للإعجاز، فنساعدهم على الإشراف على مسائل دراسات ماجستير والدكتوراه. وأثناء جلسة الافتتاح قدم العديد من علماء الإعجاز العلمي في مصر والسعودية كلمة بشأن هذه الخطوة الفكرية الأصيلة والعلمية الهادفة. أنا في سعادة غامرة إن أنا موجود في هذا البلد الطيب المبارك بين إخوة أعطاهم الله همة عالية. كنت في تركيا في اجتماع مع الاتحاد الأمريكي للسكر بصفتي عضو في الاتحاد الأمريكي والاتحاد الدولي للسكر، والحقيقة كنت أتكلم معهم فقالوا لي جملة شهيرة: ليس من المهم أن تكون محاضرا عظيما، لكن من المهم أن تحضر لمحاور أبحاث عظيمة. هو ده اللي يقول ده عالم ولا ده مش عالم. فأنا سعيد أن أنا شايف فيه اهتمام بالبحث العلمي، ولكن لابد أن يخضع أي بحث علمي يجرى على أي منتج حتى لو كان طبيعيا، لابد أن يخضع إلى قواعد البحث العلمي. نهنئ من أعماقنا نجاحكم في افتتاح هذه الأكاديمية، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منارا إن شاء الله لبث الإعجاز العلمي ليس في الجزائر فقط ولكن في العالم أجمع بإذن الله تعالى. إن شاء الله إخواننا في الجزائر بيتميزوا الحقيقة بميزة طيبة جدا، وهي البحث الدقيق المبني على البراهين العلمية. والأكاديمية الحقيقة أيضا هي هنا تهتم بالجوانب العلمية النظرية، وهذا شيء طيب جدا أن يقوم مجموعة من الباحثين العلميين والباحثين الشرعيين في هذه الأكاديمية
ليبحثوا قضايا الإعجاز العلمي الجديدة التي لم تبحث قبل ذلك، ويقيموها تقييم علمي، ثم بعد ذلك إن شاء الله تلقى في مؤتمرات الهيئة العالمية التي تقيمها الهيئة في أنحاء العالم إن شاء الله. فبالحقيقة أنا سعيد جدا سعادة غامرة بهذا الإنجاز الطيب المبارك، وأقول لإخواني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الأمة. أكاديمية الإعجاز العلمي ودورها الريادي في رعاية النفس البشرية وتغيير النظرة الهمجية عن الإسلام بإضفاء الصورة الشرعية المشرقة للدين الإسلامي السامح هي من أهم الأهداف التي تنص عليها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي. إن من الساعات المعدودة في حياة المرء هي الساعات التي يشهد فيها ميلاداً لمؤسسة علمية حاضنة لقضية مقدسة كقضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذه القضية الرحبة الواسعة التي تنتظم كثيراً من الخير الذي يمكن أن يقدمه القرآن والسنة للأمة، ذلك أن القرآن لم يكن كتاباً يعالج جزءاً من متطلبات هذا الإنسان، ولكن القرآن والسنة يعالج كثيراً من المتطلبات التي يحتاجها الإنسان ليعيش في الأرض كإنسان، ليعيش في الأرض كإنسان ويضمن له السعادة الحقيقية، ذلك من خلال إدراكه للغاية التي من أجلها خلق، ومن أجل ألا يقع تحت طائلة التيه التي وقع فيها كثير من البشر البعيدين عن الله، والذين عبروا عن أنفسهم بقولهم جئت من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولماذا لست أدري لست أدري. أما المسلم فهو يعلم الإجابة على الأسئلة التي حيرت الدنيا، يعرف من أين أتى، يعرف لماذا جاء في الحياة، يعرف إلى أين مصيره، يعرف طبيعة الرسالة التي كلف بها، وهي عبادة الله وإعمار الأرض ونفع الإنسان. فإذا كانت الرسالة جاء من أجلها عبادة الله وإعمار الأرض وخدمة الإنسان، فإن مثل هذه المؤسسات الرائدة إنما تسير في تأصيل هذا المسار الذي ينتظر العالم منه، كما سمعنا من أخي الحبيب ينتظر منه أن يقدم كثيرا من طرائق السلامة والأمان لمسار الإنسان واكتشاف ما أودع الله في القرآن والسنة من الخير لهذا الإنسان في بدنه، في عقله، في ماله، في عرضه، في حياته. هذه هي المؤسسات الرائدة البانية لمثل هذا العمل. وعندما نقول هذا الكلام نقوله لأن الغرض من إقامته نفع الإنسان كإنسان أياً كان في الأرض، لأن هذا الدين إنما جاء ليكون رحمة للعالمين ولنعطي الصورة المشرقة لهذا الدين. الناس يريدون أن يقدموا هذا الدين على أنه إرهاب وعلى أنه عنف، لا، ليس هذا هو ديننا. ديننا دين العلم والعمل والعمل الصالح والعمل الخير المبارك ونفع الإنسان في هذه الدنيا. وعن أهمية هذا الإنجاز العلمي لتأسيس أكاديمية الجزائر للإعجاز العلمي وإمكانية تعميم هذه الخطوة على مستوى بلدان العالم، يقول الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي. نريد فضيلة الدكتور أن تقدم لنا أهمية هذا الحدث في مسار الإعجاز العلمي وخطواته المستمرة، وهل في إمكانية لتعميم هذا الإنجاز على مستوى الوطن العربي؟ الأمر كما قال بعض أحبابي في هذه الجلسة المباركة أنه يجب علينا أن ننتقل من وإن كانت حالة التنظير مهمة، فإن الأشياء إنما تبدأ بالفكرة ثم تنظر هذه الفكرة ثم ترقى إلى مرحلة القناعة ثم تحول القناعة إلى مشروعات، ونحن قطعنا
في مسارنا مسألة الفكرة إلى النظرية إلى القناعة إلى أن تتحول هذه الأساليب إلى مشروعات عملية نقدمها خيراً للإنسان في كل جوانب حياته. والله هذا شرف عظيم أن تفتتح هذه الأكاديمية بهذه الوجوه النيرة، وخاصة يعني شيخنا وكبيرنا الذي علمنا العلم يعني في حضن أستغفر الله جل ويعني صاحب الهمة وصاحب الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بعد الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الأشخاص يقول لي لا يهمك يا أخوي توفيق، إن هذا الأمر يعني عنده شأن في الجزائر والحمد لله رب العالمين، حتى أصبح هذا الأمر مطلب شعبي. كي نقول مطلب شعبي لماذا نقول مطلب شعبي؟ والله الذي لا إله إلا هو يعني حتى الإنسان يستغرب. حبسوني في حاجز أمني تاع الدرك الوطني، وقفني هذاك الدركي وهبطني ونادى كاع أصحابه وقلنا قلت واش من كارثة درت هذه؟ يعني رغني هو خل مطلوب أنا ما على باليش، حتى قال لي أستاذ تبعناك في هذه الحلقة وهذه الحلقة عاود شرح لنا شيء بشيء، شدوا لي قريب ساعة والحاجز مزيان هذا الدرك مش موجود إلا يعني دركي واحد يسير، حتى وصل الخبر للزوجة تاع الطفل تاعي عم بالهم راح يرفضوني الدرك، كنت مش بعيد له خير الحمد لله. ولحفظ أمانة العلم والعلماء على مر العصور لابد من الأرشيف التاريخي والسند العلمي المتين. على هذا الأساس برمجت الأكاديمية إنشاء مكتبات الإعجاز العلمي عبر ولايات الوطن، فكرة استحسنها باحثو الإعجاز العلمي في الجزائر. بعيداً عن السياسة والبرلمان، أنت مهتمة كثيراً بالبحوث العلمية، لهذا أطرح السؤال التالي، أنه علاقة البحث العلمي بمسار الإعجاز العلمي في الجزائر اليوم؟ فأنا من خلال سؤالك يمكن أني أجيب بما يلي. أنا كباحثة وكثير من الباحثين والباحثات مثلي يتشوقون دائما لربط البحث العلمي الذي هو موجود وشائع في الجامعات والمخابر بما هو موجود في القرآن والسنة المطهرة، وبالتالي كنت منذ ما عندما كنت طالبة على كل، وكنت أهتم كثيرا وأقرأ البحوث التي لها علاقة بين البحث العلمي بمعنى الكلمة، سواء في علوم الطب أو الصيدلة وعلاقتهم وعلم الأجنة كان ظهر وعلاقتهم بما هو موجود في القرآن والسنة الشريفة. وبالتالي أنا وجودي اليوم كان يعني سعدني وشرفني، لأنه لاحظت بأنه هناك جزائريين يفكرون في هذا الأمر، وبإنشائهم هذه الأكاديمية الإعجاز العلمي قاموا بوضع لبنة إضافية في مجال العلم وربطه بالإعجاز العلمي، وبالتالي الجزائر لحقت بعض الدول التي كان لها صيت في مجال البحث العلمي والإعجاز العلمي وعلاقته بالقرآن والسنة، ومن ثم فبإنشاء هذه الأكاديمية سوف يلتف الكثير من الباحثين والعلماء في الجزائر المهتمين بهذا الشأن، لأنه قبل هذا الإنشاء لم يكن هناك إطار، والآن هذا الإطار الموجود سيشجع أكثر وأكثر أولا الباحثين في مختلف البحوث العلمية ثم ربطها بما موجود في القرآن وبالسنة، وبالتالي سوف نطور حتى بعض العلوم الموجودة الشائعة مثل الطب الشعبي أو الطب النبوي الموجود ولكن يمارس بطرق تقليدية. فيه تقنين لعملية البحث العلمي في الإعجاز العلمي. بما أنه راح يكون هذا البحث العلمي يعتمد على طرق علمية ودقيقة مضبوطة، ومن ثم النتائج تكون مضبوطة ويمكن مطابقتها مع الأبحاث الموجودة في الدول الأخرى. ضيوف الشرف من العلماء وأعمدة الثقافة الجزائرية وفئة المجتمع المدني كان لهم مداخلات حول ضرورة وجود أكاديمية للإعجاز العلمي في الجزائر. حضورك يشرفنا كباحث في العلوم الإسلامية، نريد أن تقدم لنا كلمة عن هذا الافتتاح القيم بإنشاء أكاديمية الجزائر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا شرف عظيم أن تفتتح أكاديمية مهتمة في الإعجاز العلمي وخاصة القرآن والسنة، فهذا شيء عظيم. والإعجاز العلمي في القرآن والسنة
بحر عميق يحتاج إلى من يغوص في هذا البحر فيكتشف المعلومات ويكتشف المستجدات ويكتشف التفسيرات الجديدة أو التفسيرات الحقيقية للقرآن والسنة، خاصة عندما تكون أو نرجع إلى عهد النبوة، فنجد أن كثير من الأحاديث النبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا وجد الناس حقيقتها، فرجعوا وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل 14 قرنا. وكذلك في القرآن أمور كثيرة، كنوز عظيمة لم تكتشف إلى حد اليوم، إلى حد الساعة. وبالتالي من يتخصص في هذا الجانب الإعجاز ويغوص ويأخذ النفس الطويل من أجل أن يستنبط أو أن يستخرج هذه المعلومات وهذه الحقائق، فهذا شيء عظيم، وهذا يعتبر جهاد. نعم، جهاد في سبيل الله. نعم، لأن اكتشاف العلم أو اكتشاف المعلومات، وخاصة التي تنطبق على واقعنا، على مجتمعنا، على حياتنا اليومية، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تنطبق على هذا الواقع، تحتاج إلى تأصيل وتحتاج إلى أن تظهر. الدبلوماسية الجزائرية كانت حاضرة هي الأخرى بممثليها الذين أكدوا على أن دين الإسلام هو دين يدرس في المنابر كما المخابر، وهو دين تعدى كل القارات. فأنا طفت في 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 كثير من المناطق في الموزمبيق، واحترت كيف وصل الإسلام إلى تلك المناطق. وكنا نغطي أيضا بلدين هما سوازيلاند وملاوي، وصليت في مساجد في بعض المناطق، يعني اندهشت كيف وصل الإسلام إلى هذه المناطق، يعني مناطق نائية في بلدان إفريقيا الفقيرة. بلد مثل الموزمبيق ميزانيته 3 ملايير في السنة، 3 ملايير دولار فقط. هذا الدين يعني، وهذا ما التمسته في كثير من المؤتمرات التي حضرتها وفي كثير من السفاريات التي قمتها في مهمتي كدبلوماسي، أن المستقبل لهذا الدين، أن المستقبل لهذا الدين. وأثناء جلسة التأسيس تم عرض نماذج من أنشطة أعضاء الأكاديمية، لينال بذلك برنامج الإعجاز العلمي شرف السبق والصدارة الإعلامية لهذه الرسالة الهادفة، إضافة إلى برامج أخرى كبرنامج كتب عليكم الصيام. وكذلك أخونا الفاضل وسيدنا وحبيبي الدكتور ملزي توفيق الذي قدم منذ سنتين برنامج الإعجاز العلمي في قناة الهجار مع الأخت أسماء موجودة معنا الآن. إخوان الكرام، أقدم بعض النماذج من نشاط أكاديمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. وهاتنشت إخوان الكريم، نتمنى إخواني أحبابي بكل صدق أن يكون أحبابي من الأطباء الذين حضروا معنا الناس يعاونون في هذا المجال. نحن بإذن الله عز وجل ما قدرناش نلبوا هذا العمل الكبير، إذا نحن هنا إن شاء الله إخواننا يكونوا معنا، لأن هذه تتسع لكل الناس. إخوانا الأطباء يتكونوا في الإعجاز ويكونوا إن شاء الله في التلفزيون والإذاعة. الذي فتح إخوان الكرام باب التلفزيون في الجزائر في الإعجاز العلمي هو الأستاذ ملزي توفيق. نعم، هو الذي بدأ هذا، يعني كان مقداما وأقحمنا في البث التلفزيوني، والحمد لله أخونا توفيق له سمعة الآن في الجزائر، والآن معروف في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. إذن هذه كلها مع الأخت أسماء الموجودة هنا اسمهان. إذن قدم أخونا موضع كبيرة في التغذية. وعن أهم الخطط الاستراتيجية والآفاق المستقبلية لمصير الإعجاز العلمي في الجزائر، يقول رئيس مكتب الهيئة بالجزائر الدكتور مصطفى رحموني. هنيئا لكم بهذا التدريب. شكرا، وهنيئا للجزائر.
بإذن الله. دكتور، بما أن من مساعي وأهداف الهيئة نشر ثقافة الإعجاز العلمي في الجزائر، وبما أنكم على رأس قائمة مكتب الجزائر للهيئة كرئيس لها، نريد أن نعرف دكتور الخطط الاستراتيجية والآفاق المستقبلية لإنجاح مسار الإعجاز العلمي كعلم قائم بذاته. الحقيقة نشكر كل المنظمين اللي سهروا على هذا الإنجاح، هذا العرس إذا صح القول الجزائري العلمي. فاحنا يعني انطلقنا من خلال بعد تأسيس المكتب الجزائري بجامعة سطيف في 2008، والاستراتيجية تاعنا الخماسية الأولى كانت كنا حاطين يعني تحقيق أمور لتخدم البلد وتخدم الجامعة الجزائرية. كان في توصيات الملتقى الأول اللي انعقد في جامعة فرحات عباس هو إقامة أكاديمية للإعجاز العلمي، ثانيا إدراج المنهج الإعجاز العلمي في الجامعة أو في المؤسسات التربوية. والآن بعد 4 سنوات الحمد لله قد استطعنا أن ننشأ هذا الصرح إذا صح القول، الصرح الأكاديمي الإعجاز العلمي في الجزائر، وهذا بالتعاون مع مؤسسات علمية. ثانيا أبشر يعني الجامعة الجزائرية والبحث العلمي بالجزائر أننا حبينا نثمنوا ونرقيوا البحث العلمي من خلال الإعجاز العلمي، وهو شراكتنا مع مخبر من المخابر العلمية التي ستقام إن شاء الله ندوة دولية يوم 26 و27 في جامعة محمد البشير الإبراهيمي بالبرج بوعراريج. وكان لنا اتفاقية مع مخبر ترقية وتشخيص الموارد الطبية والطبيعية، والحمد لله أيضا استطعنا أن ندمج المنهج الإعجاز العلمي بالمدرسة العليا بالأساتذة ببزرعة. فهذا كله فخر للجزائر وفخر للجامعة الجزائرية وفخر أيضا للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بالجزائر. شكرا دكتور، وهنيئا مجددا للجزائر. شكرا، شكرا لكم. أنتم كإعلاميين لابد أن تسوقوا هذه الثقافة الجديدة، لأن الآن العلم هو الآن نموذج العلم في العصر اللي أنا نعيش فيه، نموذج اللي أصبح يعني العلم في أزمة ويريد يحتاج إلى نموذج جديد. والنموذج الجديد هذا إن شاء الله راح يكون من خلال الإشارات القرآنية والإشارات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الباحثين في الإعجاز العلمي يستطيعوا أن يعطيوا النموذج العلم بحاجة إلى الإيمان ليتعرف، والإيمان بحاجة إلى العلم ليتقرر. على يقين فضيلة الدكتور أننا سنوصل رسالة الإعجاز العلمي إلى الأفق المبين. شكرا لك. وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدت عقب الافتتاح، وجه فضيلة الدكتور عبد الله المصلح رسالة إلى حماة الإعجاز العلمي في العالم عبر ميكروفون الهجار الجزائرية. رسالة في الأخير إلى حماة الإعجاز العلمي في العالم. رسالتي إليهم أول شيء هو الإخلاص، والأمر الثاني وهو مهم أن يتفقهوا ويتفهموا ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وألا يشتطوا أو يخرجوا عن هذه الضوابط والمعايير التي ستقودهم إلى مثل هذا العطاء، لأنهم إذا خرجوا عن هذه الضوابط تاهوا في ميادين النظريات والأهواء والافتراضات والتي سيكون ضررها أعظم من نفعها. إيه نعم، وبعد ذلك يحول ما لديهم من آمال إلى مشروعات. الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. مسك الختام جاء بتكريمات علمية مشرفة لأهل الهمم وجهة بذات الأعجاز العلمية، أصحاب القاطرة الأولى لهذا المنهج المدافع السديد عن القيم الإسلامية والحقائق العلمية في القرآن والسنة. كفانا وعظا، نحن نريد أبحاث وتخريج كفاءات قادرة أن تؤدي هذه الرسالة في هذه الدنيا. وفي الأخير قد يظن البعض أن قصدنا من وراء ذلك الاستعلاء
أو الاستكبار أو التعالي على خلق الله، لا، نحن نريد لهذا الإنسان الخير. كل الناس، كل البشر، هذا الدين جاء ليكون رحمة لهم، لأن سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالته في حقيقتها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله لكم التوفيق. والله الله يا أبنائي في المضي والمثابرة والعزم، وأوصيكم أن تكون كلمتكم واحدة، أوصيكم وصية واضحة جدا، يا توفيق يا مصطفى يا فوزي، فلتكن كلمتكم واحدة، إن صهروا في بوتقة واحدة، اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم ارض عنهم وأرضهم، اللهم عنهم على أن يمضوا في هذا الطريق بهذه الأعمال الكثيرة المتعددة، الأبحاث والأكاديمية والعمل المتواصل والمجلات والكتب. وأنا أقول لكم بكل صراحة، ما من مكتب إلا وله نصيب من ميزانية هيئة الإعجاز العلمي إلا مكتب الجزائر، هم يقومون به بأنفسهم. اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في ذرياتهم، اللهم وسع عليهم في أرزاقهم، اللهم نجحهم في مهمتهم يا رب العالمين، واجزهم عن دينك خير الجزاء، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وبما أني قد لبست البرنس فقد أصبحت جزائريا. ولأنه لا بركة ولا استجابة بدون دعاء كريم، أتى فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح بدعاء أثلج قلوب الحاضرين، وجعل دموع الفرح لمقام الأولين، ودموع الحزن لحال المسلمين اليوم. نسألك يا الله أن تكون لهم عونا ومؤيدا وموفقا ومثبتا يا رب العالمين، وارزقهم الإخلاص في القول والعمل، وبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم، واجمع القلوب عليهم، واجعلهم مباركين أينما كانوا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا ممن تظهر على أيديهم براهين دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تظهر على يدهم برهان دينك. اللهم فجر لنا ينابيع العلم والحكمة، واجعلنا من أهلها يا ذا الجلال والإكرام، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأنه لكل لقاء ختام، مشاهدين الأفاضل، وصلنا إلى إتمام تفاصيل الافتتاح الكريم لأكاديمية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ولأن الشكر من سمات المسلمين الأوفياء، الشكر موصول إلى القائمين على الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وعلى وجه الخصوص مكتب الجزائر للهيئة وجميع الدكاترة. وأيضا تشرف طاقم برنامج الإعجاز العلمي بهذه الاستضافة الطيبة، ويتمنى أن تكون هذه الأكاديمية بمثابة بوابة خير لنور العلم والدين، وأن ندرك جميعا في الأخير أن دين الإسلام هو دين يدرس في المخابر كما المنابر. نشكركم على متابعتكم لنا من خلال هذه التغطية الحصرية لقناة الهجار وطاقم برنامج الإعجاز العلمي لافتتاح أكاديمية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. آخر الكلام، سلام.